مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. والنهارده طبعا اول حلقه في السيزون الجديد وفي الموسم الجديد، ربنا يجعلها كده بدايه خير علينا ان شاء الله في 2020. حلقه مميزه ان شاء الله باذن الله، مش عايزه احرقها. يعني الحلقه النهارده كلها هتبقى يعني منصبه عن الصداقه، بس انا طبعا انتم عارفين ان انا يعني لازم في فقره بقدمها الاول، اسال استشير. الحقيقه كانت جات لي الفقره النهارده، يعني انا كان محضر حاجات كتيره بس مش عايزه اضيع الوقت عشان الوقت صغير، وانا معايا ناس من اعز الناس عندي، عشره عمري يعني. الفقره اللي انا هقدمها النهارده بالنسبه لاسال استشير، في زوج جميل قلبه حنين قوي على مراته، اتنرفز عليها واتضايق، وعنده بنته صغيره اسمها كنزي، فطبعا اتضايق قوي انها زعقت لبنته النهارده، وطلب مني يعني ان انا يعني اصالح مراته على الهوا، وربنا ما يجيب يا رب ابدا زعل. فانا بقول لها يا نوره سامح، بيقول لك ما تزعليش منه، وانت لازم طبعا تتحملي البنت، يعني طبعا بنتك وبنته، فهو ملوش ذنب، يعني ملوش ذنب طبعا الزوج ان انا اكون متضايقه مثلا، ولادي مضايقني، او يعني واجباتي كتيره جدا ان انا بقدمها، ان انا يعني اتنرفز على زوجي. ما يصحش يا نوره، وانت انسانه جميله، وهو ماشي طبعا ضميره تعب جدا جدا، والتقينا معاه النهارده وقال لي انا بعتذر لها، لانه ماشي متضايق يعني. فانا بقول لك ربنا يخليكم لبعض، وربنا يا رب دايما يدوم الحب ويدوم الوفاء بين الازواج، ويهدي كل بيوتنا المصريه وكل بيوتنا في الوطن العربي. وعايزه اقول قبل ما انسى طبعا لكل الاخوه الاقباط، كل سنه هم طيبين بعيد الميلاد المجيد. كل مصري وكل اخواتنا المسيحيين بخير وفي سلام، وربنا يا رب يامن جيشنا يا رب، وتعدي الكبوه اللي جايه على خير ان شاء الله. بس احنا عارفين ان جيشنا قوي باذن الله، وربنا يبارك لنا فيه وفي رجالته، ويحقن دماءكم يا رب، وتفضل مصر بخير. انا طبعا بعد السنين دي كلها مش عايزه اطول عشان معايا ناس بحبها قوي، فانا يعني متشوقه بجد، مش عايزه يعني اضيع الحلقه عشان اضيع الكلام يعني. طبعا انا يعني بعد سنين عمري كلها، وانتوا عارفين طبعا ان يعني ناس كتيره جدا عارفه ان انا يعني خبراتي والتعامل بتاعي كان كتير جدا مع الناس، او احتكاكي المباشر مع ناس كتير يعني. بعد العمر بقى ده كله اللي عدى، اكتشفت ان بجد يعني في الوقت اللي انا فيه محتاجاه، رغم عملت اسره واولاد وربنا يبارك لي في اسرتي يا رب، ان برضو الصاحب الجدع رزق من عند ربنا. الصاحب الجدع هو اللي بيحس بيك، او الانسانه الصديقه الجدع هي اللي ممكن تحس بيك، ممكن تبقى عارفه عني اسراري وحاجتي اللي انا ممكن متضايقه، هي مرايتي زي ما بيقولوا يعني. ممكن اكون متضايقه عايزه اقول لها، مش عايزه اقول لزوجي، ممكن وانا بنت ايام الدراسه متضايقه من بابا او من ماما يعني، وده مش المفروض ان احنا نقول لاصحابنا برضو، غير ان احنا ننتقي الاصحاب اللي احنا هنقول لهم، عشان اقول برضو رساله لاولادي وبنت اختي وكل الناس الجميلة، مش كل برضو أي واحدة أقول إنها صديقة، لا، الإنسانة اللي أنا بعتز بيها وأحس إنها فعلا ممكن تبقى مرايتي وهي ستري وهي السند بتاعي. فممكن بجد حاجة تكون مضايقاني من ماما مثلا، اتنرفزت عليا أو بابا أو كده، ممكن أقول لها عشان أنا واثقة وعارفة إنها إيه السند، وهي ظهري وهي الإنسانة الجدعة. بعد العمر بقى ده كله اللي عدى ده، وبعد سنيني وبعد مسؤولياتي، في ساعات بتبقى عايز حد ترمي همومك عنده، بس حد أمين، حد حاسس بيك، حد عارف شخصيتك من جوه، غير اسرتك ده شيء ده طبيعي يعني. ناس كده بتحطهم الحقيقه قدامنا، في ناس طبعا بتعلم بصمات في قلوبنا ما بنقدرش ننساهم. العمر عدى يعني بجد، يعني انا بكلم عن نفسي، يعني انا بكلم عن نفسي فعلا، بعد سنين عمري وبعد زي ما انا بقوله في قمه الجبل، ويمكن انا المنحنى او المنحنى بتاعي طبعا، يعني ربنا يا رب يجعلنا نهايتنا كلها خير يا رب. بتلاقي ناس اللي اثرت فيك عايز يعني تحتاجهم تاني، محتاجهم تاني. فانا ابتديت ابحث بقى، لان انا معايا صديقه عمري، صداقه الزماله، فقلت نعمل مبادره النهارده، لان احنا غطينا كل حاجه، غطينا موضوعات وملفات لرد المسنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه والمراه والامومه، لكن الصديق اللي هو بيمثل يعني عضو مهم في حياتك او عامل مؤثر في حياتك، فعلا ما حطيناش الضوء عليه. فالنهارده بنقوم باول مبادره، مبادره اصدقاء ولو عز اللقاء. وطبعا من اعز اصدقائي
اللي انا يعني حبيت انه يكونوا معايا في الضيوف. معايا صديقتي استاذه شريفه ابراهيم، مدير عام في التضامن الاجتماعي، صديقه الزماله في الدراسه وفي العمل، وكنا اول تعيين مع بعض وفي الجهه الاداريه بتاعتنا. ومعايا كمان عن طريق التواصل الاجتماعي فعلا ان ربنا القلوب بتسلم من قبل ما تشوف اي حد، استاذه ايناس عطيه. ايناس تعرفنا على بعض من خلال مواقع التواصل، من خلال الفيس. مش عايزه اقول لك احنا اكتر اتنين يعني كنا بجد قريبين من بعض، وبنحس ببعض في احزان في افراح بنخش في بعض. فمش شرط ان هو يكون الانسان يعني الصديق ده انسان قدامك او في حسن جوار، لكن ممكن يكون عن طريق التواصل. طبعا انا برحب بالغاليتين الاتنين. انت شرفتي يا شريفه، نورتي الدنيا. انت اللي منوره الدنيا. الله يخليكي، وشرفتي يا ناس. مش عايزه اقول لك بقى يعني انا سعادتي قد ايه وانا حاسه ان انا بتنفس في وجودكم. شريفه، كلمه كده بسيطه عن الصداقه بعد العمر ده كله عشان الوقت. رب اخت لم تلدها ام او صديقه. قلبي قلبي قلبي. فعلا انت من الاصدقاء واللي ما تتنسوش ابدا، يعني حتى لو عز اللقاء فعلا احنا بنبعد بس بمجرد ما بنلاقي بعض وبنبعد بس بحس بيها. يعني في ما فيش اتصالات، ما فيش حاجه، بس في تليفون. الو غادة، مالك؟ فيكي ايه؟ عامله ايه؟ تمام. طب تمام، الحمد لله. يعني ده التواصل بقى، ده التواصل بين الاصدقاء، واني بيبقى قلبهم على بعض وخايفين على بعض، هو ده اللي بيبقى موجود. اكيد اكيد. شريفه، كنت عايزه اقول لك على حاجه كده بسيطه. يعني في الزخم حياتنا وفي الزحمه اللي احنا عملناها في اولادنا ومسؤولياتنا، وطبعا ربنا يخلي لك ولادك واحبايبك يا رب ويبارك لك في عمرهم، ما حاولتيش ان انت تفتكري، مش حاولت تفتكريني انا، تفتكري كده ايام صداقتنا في زخم حياتنا كلها العمليه وادوارنا. دي اللي بتهون علينا الصعاب اللي احنا بنمر بيها. افتكرت الحاجات دي ابتسمتي؟ انا افتكرت على فكره حاجات كده كنت ببتسم، يعني انا لما شفتك ابتسمتي على الموقف طبعًا اللي حصلت. طبعا كتير. ساعات الواحد بيقعد مع بتبتسم ابتسامه كده بتفتكري موقف عدى فيها. هي دي اللي بتهون عليكي الدنيا اللي احنا عايشين فيها. بالزبط. يعني لا طبعا بالزبط. كتير كتير بالظبط. ربنا يخلينا لبعض يا رب. الله يخليك يا غادة. حبيبتي ايناس، حبيبتي انت والله. اول لقاء، انا هقولها مفاجاه على فكره، اول لقاء لينا احنا نعرف بعض من 5 سنين فعلا. من خلال الشاشه الفضيه. يعني بنقول زي ما بنقول في عيوب للانترنت او الفيس، لا بجد في مميزات انك بتكتسب ناس حلوه قوي قوي، بيكونوا اقرب ليك من انسان انت ممكن بتكون بتشوفه او جارك او يعني زي ما بنقول حسن جوار، لكن بجد في الفيس ممكن يعني بتنتقي اصدقاء لان انت بتشوف طريقه تعاملهم، الكومنتات بتاعتهم. انا مش عايزه احرق ده كله، مش عايزه اتكلم كتير. اتفضلي ايناس. انا اول ما دخلت الفيس بعدها كده بسنه اتعرفت عليكي، كان في موقف برضو كده كان حلو منك. عشان انتي معروف عنك ان انسانه جدعه اللي بتحبي تقفي جنب الناس المظلومين وتقفي جنبهم وما بيهمكيش اي حد، يعني سواء كان راضي عن اللي انتي بتعمليه او ما بتعملوش، بس دايما بلاقيكي فعلا بتنصري الشخص اللي هو مظلوم، يعني حتى لو كان ده هيعرضك انت لانتقاد جامد. وده فعلا حصل، ولقيتك ان انت بتقفي معايا. يعني ساعات اكون انا متضايقه او بمر باي موقف صعب، الاقيكي دخلتي وقايله لي مالك عامله ايه. بحس من الكومنتات بتاعتك يا ايناس، بحس من كومنتاتك امتى تبقي حزينه وامتى تبقي سعيده. فعلا هو فعلا يمكن في تقارب بين الارواح. فعلا بينا. وبحس تخشي تقولي لي كلام، لا وعلى العام يعني انت بتنزلي لي كمان بوست على العام تقولي لي كلام جميل جدا عمري في حياتي ما يعني ما سمعته. كاني مثلا اعرفك بقالي مثلا سنين، مش مجرد صداقه. ما شفتكيش ولا مره، احنا ما اتقابلناش ولا مره على فكره. دي اول مره اشوفك. دي اول مره التقاء. والله العظيم ارواح فعلا ممكن نتفق مع بعض. يعني ارواحنا تلتقيك وتتقابل من غير ما نشوف بعض. ده ارقى على فكره. بحس بيكي ساعات. والله العظيم ده ارقى انواع الحب والصداقه برضو. لان زي ما بنقول الرسول عليه الصلاه والسلام، احنا ما شفناهوش لكن ولا عاصرنا العصر بتاعه كنا بنتمنى، لكن احنا بنحبه على سيرته وعلى المنوال اللي احنا ماشيين عليه منه. فممكن برضو بجد حب من غير ما انت تشوف اي انسان الا من خلال التواصل يكون اقرب ليك من انسان ممكن من قرايبك يعني. فانا يعني مش عايزه اقول لكم يعني بجد ايه رايكم في الفكره. انا طبعا سعيده جدا بوجودكم معايا. انا انبسطت يعني انبسطت جدا والله. كفايه اني هشوفك اول حاجه، ودي يعني كان نفسي دايما نتقابل
ونعمل لقاء مع بعض، بس ما بيحصلش نصيب عشان كل واحد يعني في مكان. وغير ان احنا مش في بلد واحده، يعني انت من اسكندريه وانا من القاهره. أيوة، فده كان بيبقى فيه صعوبه شويه. أيوة، فكانت فرصه يعني ان انا اشوفك. غير ان احنا يعني التواصل الاجتماعي ده قرب ناس كتير جدا من بعض. جميل. بس في مساوئ وفي عيوب، مش اي حد يثق في حد يعني. بالزبط. يعني في ناس بتتعرض لحاجات مش كويسه فيه. أيوة. بس فعلا الاهم ان الواحد يكسب صداقه حلوه وناس نظيفه زي حضرتك يعني، فبيتمسك بيهم يعني. احنا اخوات ما طبعا. حضرتك ربنا يخليك. شريفه، انت طبعا بعد الزمن ده كله من غير ما وشك احمر، هي طول عمرها جميله كده، كنا بنقول عليها سوريه يعني. بعد العمر ده كله قابلتي اصدقاء، ناس اثرت فيكي بالايجاب وناس اثرت فيكي بالسلب. مين عايزه تقولي في الشاشه كده انت وجعتني؟ مش عايزه اقول اسماء، بس في ناس فعلا تقول لها انت وجعتني. لا 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 الحمد لله، لا ما فيش. طيب وانت وحشتني من صحباتك كتير 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 غير يا خاينة. لا بصي انت يا غاده الشخصيه الجميله اللي بتمد الناس بطاقه ايجابيه بجد بجد يعني. انت انا عمري ما شفتك قلتي على حاجه وحشه خالص بجد. اي حاجه حتى لو انا حاجه يعني، ايه غاده دي يعني بتقول عليها حلوه ازاي؟ هي ما بتعرفش تقول، انت ما بتعرفيش تقول على حاجه وحشه، ودي حقيقه. ودي الطاقه، وانا دايما اقول لاولادي كده اي حد يديكوا طاقه ايجابيه قربوا منه. والله ما بجي ان انا ايه، بص جبر الخواطر ده بتاع ربنا. صحيح. ده صحيح. فانا يعني انا يعني ربنا يجعلنا يا رب كلنا يعني، يا ربنا يبرك بخاطرنا جميعا. انا ما بحبش اكسر بخاطر حد، بس على فكره ممكن بيفكروها هبل مني، بيفكروها طيبه، بيفكروها خيبه. انا دي مش خيبه على فكره يعني، مش وحشه. في ناس قالت لي لا انت طيبه بطريقه ما بتاخديش يعني، ما بتاخديش. لا بالعكس يا غاده، ده بالعكس ربنا بيقف معاكي وبيعديلك مواقف. عيوني جميله طبعا وخضره وكده وسوريه وجميله، فيعني شايفه الناس كلها حلوه قوي. بس انا حاسه بجد ان انا النهارده والله العظيم على قد ما ابني تعبان ربنا يشفيه لي يا رب، وجايه مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. انا اول ما شفتهم الابتسامه رجعت لي تاني، روحي رجعت لي تاني الزمن الجميل اللي انا كنت عايشه فيه. نعرف بعض طبعا من بعد الثانويه العامه، من يعني واحنا عندنا 17 سنه، مش هقول ان احنا من كام سنه، يمكن من 10 20 30. استوب بقى وقطع مستر محمد وانزل فاصل. فاصل مستر محمد، خلاص نكمل. ماشي ماشي. بس بصي يا غاده، هي الصداقه مش بتتحكم بالسنين على فكره. أكيد. يعني طبعا مع احترامي للاستاذ شريفه، اكيد طبعا السنين بتبقى كانكم اخوات او قرايب. بس فعلا الصداقه ممكن اكون اعرفك من يومين ثلاثه وتاثري فيا وتعاملي فيا علامه، ابقى مرتبطه بيكي، ابقى حباكي. ابقى انت مش بتشوفيه كل يوم. مش بتشوفيه على مدار السنين. أيوة صح. ولكن بتعدي كده من في اي مناسبه حصل معي انا وغاده. يعني احنا بقى لنا مثلا سنين ما تقابلناش فعلا، واحنا وهي معديه كنا اول تعيين مع اتخرجنا مع بعض. يعني اول تعيين لينا، فاكره اول تعيين لينا في الدفعه احنا الاثنين مع بعض؟ صحيح. الدفعه يعني كانت كبيره. فا ايه فاصل يا مستر محمد؟ ماشي ماشي فاصل. حلقه جامده جدا. ورجعنا لكم تاني، ويعني خدنا جرعه حب كده خلف الكواليس. كنت عماله اتحايل على مستر وليد ينزل الفيديو، ومستر محمد الملكي، مستر وليد الغالي عزيز عندي عشان خاطري، لو نفع بجد ممكن تنزلين الفيديو نص دقيقه. انا في بس دكتور خيري السلكاوي، هو شاعر ودكتور صيدلي، فعرف الحلقه انها عن الصداقه. فطبعا هو دكتور وشاعر، انسان رقيق جدا، بعت ومضه كده صغننه. قلت له يعني عايزه اي حاجه، قال لي لا هبعت لك دي اهداء، فانا هقراها له بسرعه كده وبشكره جدا جدا يعني. هو بيقول مش كل صاحب تقابله في القلب يبقى حبيب. طبع الحبيب تعرفه في الهم لما يصيب، تلاقي في ظهرك امل لما الجميع يبعده، هو اللي قلبه قريب. معلش حركه تاني، معلش. انا اسف، انا اسفه دكتور خيري، الومضات بتاعتك كتيره. المهم خلاص، طب نرجع بقى لحبايبي تاني. هرجع بقى لإناس حبيبه قلبي. إناس طبعا عندها جروبات كتيره جدا جدا، وعندها حب بصراحه على الفيس، كل الناس بتحبها، هي انسانه رقيقه، بتنتقي الاصدقاء. وبعدين بتطمن قوي لما، لانها انسانه طبعا محترمه قوي قوي هي وحبايبي وكل اصحابي. فلما بتلاقي حد بيعمل لها طلب صداقه بتبص مثلا، ده ماشي، ده عند غاده خلاص.
شفتوا بقى الثقة قد ايه. فانا دي بصراحة يعني انا ده يعني عاملة تاج فوق راسي انها حاضر، انها تثق قوي فيا، انها يعني فعلا تاخد الاصدقاء حتى توافق عليهم بعد ما تعرف انها عندي. اكيد طبعا. فعلا انا مش اي حد بضيفه عندي، لان طبعا انت عارفه يعني احنا مفتوحين لكل الناس. أكيد. فلما بيبعت لي اي حد مثلا طلب صداقه اشوفه مثلا في انك انت موجوده فيه، فاقول خلاص يعني ده كده ثقه، لان انا عارفه كويس قوي ان غاده مش اي حد هتقبله عندها. فطالما غاده وافقت عليه يبقى انا ده كده يعني خلاص يعني خد برنش كارت مني. حبيبتي ربنا يخليكي. وبعدين يا غاده انت ثقه اصلا يعني، فاي حد لازم يثق فيكي ويجمعنا ويقلب بين قلوبنا دايما. طبعا يا رب. والله يا غالي انا بحس ان احنا نعرف بعض من أيوة زمان. ايوه بقول لك احنا قاعدين عاملين قرعه حنان بعد الزقاق. يعني انا اول مره لقاها من 5 سنين. المبادره بس. شريفه بقى تقولي حاجه عن المبادره بقى. احنا طبعا احنا عملنا المبادره. احنا قلنا المبادره ولا ما قلناش في الاول؟ قلنا في الاول بس احنا ما قلناش حاجه اكتر. المبادره طبعا احنا هنبقى ان شاء الله اول 3 مؤسسين هنعملها على مستوى مصر الاول، ومستوى اسكندريه، وبعدين مستوى مصر، لان ده اول ملف يتفتح. ويعني الحمد لله ان الواحد كان برنامجه له سبق ان هو ان شاء الله يعمل مبادره للاصدقاء او الصداقه كلها. فالمبادره اسمها يعني في براكت كده اصدقاء ولو عز اللقاء. اي حد شايفه صديق مخلص طبعا التواصل معايا على البرنامج او على الارقام او على الفيس وعلى استاذه ايناس واستاذه شريفه بعد اذنها. يعني عايزه تقولي كلمه سريعه كده اصدقاء ولو عز اللقاء. ممكن نبعد قوي 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 بس احنا بنتقابل في ثانيه، في لحظه، في همسه، برن التليفون صح. بعرف صديقتي فيها ايه وبمجرد الدقائق البسيطه دي يعني بتشيل من قلبنا حاجات كتير صح. جدا 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 فعلا والله، وخصوصا لما تبقى صديقه بتمدك بطاقه ايجابيه. بالزبط. الطاقه الايجابيه دي وانا يعني رساله مني ليكم بجد، رساله مني ليكم يعني لكل حبايبي. اي حد يمدك بطاقه ايجابيه قرب منه قوي قوي قوي، اي حد بيمدك بطاقه سلبيه ابعد عنه. ما يلزمك وغاده منبع. فعلا 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 غاده ايجابيه ايجابيه رفعه معنويات النهارده قوي والله يا رب. ولذلك انا جيت من اسكندريه لهنا عشان يعني الصداقه والكلام الجميل ده كله. ربنا يخليك. طب في نهاية ساكنة يعني قريبة بس جيت عشان غادة، حتى لو كنت في آخر الدنيا كنت هجيلك. ربنا يخليكي. لو كنت قلتيلي تعالي هجيلك يعني. ميرسي جدا جدا. ويا رب كده دايما نشوفكم على خير. ممكن أقول آخر كلمة؟ في الحلقة السبت اللي بعد الجاي. وما تقفلش، استنى مستر محمد مستر وليد من فضلكم. عايزين المبادرة كلها يا جماعة هي رسالة حب ورسالة صداقة للناس الكويسة، الناس الجميلة اللي معانا تنضم لينا ان شاء الله، ونحط ايدينا بقى مع بعض ونقول بقى ايه، وايدينا قصيرة. اصدقاء لو عز اللقاء. نشوفكم على خير السبت اللي بعد الجاي. كل سنة وانتم طيبين.